السلام عليكم. جمعة مباركة على كل حال. شتا داك المثل اللي يقول لك ما دير ما ديري يا يدي ما تخافي يا قلبي. السعودية دمندات الباكستان وبعثوا لها 1000 عسكري من باكستان لحماية ولي العهد. أك خايف؟ يعني باكستان أكدت باللي هاد 1000 راح يدربوا هادوك اللي عندهم السعوديين ولحماية ولي العهد. بصح ورونا اخترى فيديو أبا لي غارد كور تاعو من امريكا وكاع عندهم لي موسكل و علاش خايف؟ كما يقول لك ما تخلط ما تفوح عليك. بصح نتايا خلطت في اليمنيين وقتلت ويعني حتى شردت عائلات وأولاد صغار اللي ماتوا ربي يعلم بهم ودوكا وليت تخاف. عندك 3 سنين وانت تحارب فيهم في باطل الله في سبيل الله ودوكا وليت تخاف. مينك خايف من إيران ولا من إسرائيل؟ الخوف نورمالمون من إسرائيل ماشي من إيران، باسكو إيران ما شكيتش تضربك، باسكو لو كانت تضربك تحرم عليهم الحج والعمرة. يسمى كشغل إيرانيين ما شكيتش يدناولك. إلى الحوثيين دناولك هذيك كما قلت انت البادي اظلم ولا لا؟ لا هي خاف من الصهاينه ماشي من واحد اللي يجي يدير العمره عندك ويجي يحج. ولو كانوا شيعيين يحبوا يجوا تما. شتو الدنيا دواره. هو العسكر ما عندوش وداخل في حرب خسرانة 3 سنين وهو في حرب أكثر من 3 سنين راي داخله في 3 سنين ونص ولا 4 سنين الله يعلم. يعني حرب خسرانة وماتوا فيها اللي ماتوا فيها بزاف هما نساء ودراري صغار ومرض الكوليرا والماكله ما عندهمش والمياه ما عندهمش. يعني هذه ماشي حرام عليك ها؟ ودوك تروح تجيب 1000 عسكري من باكستان باش يحميوك. والله العظيم غير واحد يستعجب. والله ماشي واحد يستعجب جبت 1000 عسكري كي دخلت حرب خاسره وزدت مديت يدك للإسرائيليين وهذاك تاع الإمارات اللي يكره الإسلام والمسلمين راهو يقول راهو كشغل انت المابيت ديالو انت كشغل انت الدمية ديالو. يقول لك دروات تروح دروات غوش تروح غوش اهبط اهبط تطلع اطلع عاد الدور اقعد يتحكم فيك كيما حب هو. بصح للاسف نورمالمون تالي يتحكم فيه.